شي عطيه شي تصريح. غير وجدوا النت. نحن الان في مدينه الحسينه. أستاذ طارق، مناسبة هذه القافلة، احنا غادي القافلة للتضامن مع ضحايا محمد بن عيسى الذي ارتكب أفعال جنائية، وبهذه الوقفة سوف نخبر الرأي العام بأننا سوف نتولى تقديم جميع الشكايات ومن أجل متابعته بكل ما ارتكبه في حق هذه المدينة الجميلة. و قيل لنا بأن الوقفة تم منعها من طرف السلطات، هل هذا صحيح؟ لا يمكن أن يمنعنا أي أحد من وقفة من أجل محاربة الفساد، فمن يمنعنا هو متواطئ مع محمد بن عيسى. سنعلنها صراحة، إن كل من سيقف في وجه هذه الوقفة سوف نقدم ضده شكاية بالمشاركة في الجنايات التي ارتكبها محمد بن عيسى. يا الله يا الله، ليلي هاليها ليلي هاليها ليلي هاليها والهيئة في الواجهة، ليلي هاليها ليلي هاليها ليها ليلي هاليها والهيئة في الواجهة، ليلي هاليها ليلي هاليها ليها